شجرة آدم، أقدم أشجار العراق عند مصب دجلة والفرات ما قصتها. ورد ذكر الشجرة في مرويات ووثائق عدد من القنصليات في البصرة، كما ورد ذكرها في أدبيات الحقبة العثمانية، وفي رحلة نيبور عام 1765، وكذلك في البعثة الإيطالية عام 1781، وفي المرويات البريطانية والإيرانية. يحفل العراق بكثير من المواقع الأثرية والمعالم التراثية التي لا تزال شاخصة منذ مئات السنين، وتدور حولها الأساطير المتوارثة عبر الأجيال. وتعد شجرة آدم الواقعة في منطقة القرنة عند التقاء النهري دجلة والفرات في محافظة البصرة جنوبي البلاد واحدة من الرموز التاريخية القديمة التي تتباين الآراء حول عمرها ولغز وجودها. لغز تاريخي. يصف أستاذ التاريخ القديم الدكتور ميثم النوري شجرة آدم بأنها واحدة من الألغاز التاريخية التي رفدت بها أرض الرافدين. ويبين للجزيرة نت أن الروايات اختلفت في أصل هذا الشجرة، إذ أشارت بعض الدراسات التاريخية والروائية والأدبية إلى أن عمرها يعود إلى عصور الأنبياء، في حين أصر آخرون على أنها مجرد شجرة معمرة. ويؤكد النوري أن هذه الشجرة بكل الأحوال باتت تمثل أحد المعالم الأثرية المهمة للسياح في منطقة القرنة، حيث يتوافد عليها مئات الأشخاص سواء للتبرك أو لطلب الأمنيات. أستاذ التاريخ القديم أشار إلى أن بعض المصادر ترجع تاريخ الشجرة إلى عهد نبي الله إبراهيم عليه السلام، بعد أن وطأت قدمه هذه المنطقة قبل أكثر من 2000 عام، حيث أشار إلى أنه سوف تنبت في هذا المكان شجرة كشجرة نبي الله آدم في جنة عدن المذكورة في كتب الأديان القديمة. وفيما يخص عمر هذه الشجرة، فقد أشار بعض المختصين إلى أن عمرها يمتد بين 400 إلى 600 عام، إلا أن هناك إشارات أخرى تؤكد أن عمرها يتجاوز 1000 عام. وعن نوع هذه الشجرة، يقول النوري إن أغلب المصادر أشارت إلى أنها شجرة سدر، في حين ذهب آخرون إلى أن أصلها من شجر الكلبتوز. المرويات القديمة، وورد ذكر هذه الشجرة في كثير من المرويات والوثائق التي خصت مجموعة من القنصليات والدول التي كانت موجودة آنذاك، حسب النوري. وينقل أستاذ التاريخ عن قنصل روسيا القيصرية في البصرة آنذاك، الذي يعرف باسم ألكسندر أداموف، أنه ذكر في كتابه ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها، الذي صدر عام 1912، إشارة مهمة جدا خصت هذه الشجرة بأنه لا يمكن أن نصف مدينة القرنة وصفا كاملا من دون أن نذكر الأسطورة التي تقع في الموضع الذي كانت تقوم به جنة أجدادنا، وهي إشارة هنا إلى أنها كانت مركزا لجنة عدن. ويتابع النوري كذلك أبدى أداموف كثيرا من الأمور الخاصة بهذه الشجرة، بوصفها نوعا من أنواع أشجار الطلح العربية الواقعة عند منطقة دجلة والفرات. كما ورد ذكر الشجرة في زمن الدولة العثمانية ووجودها في البصرة في كتاب النصرة في أخبار البصرة للقاضي أحمد نور الأنصاري عام 1806، إذ تحدث عن وجود شجرة قديمة مشهورة في منطقة القرنة تسمى عند أهلها باسم البرهام، وهي نوع من جنس السمر، ويزعم أهلها في المرويات أن هذه الشجرة تعود إلى زمن النبي الله آدم عليه السلام.